أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة بهم من ضعف فله القوة جميعا وهو العزيز الحكيم خيره إلى الناس نازل وشرهم إليه صاعد لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية الجاحدين يحكم بالعدل
وقوله الفصل ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والمصطفى من خلقه، اختاره على علم على العالمين، فهو سيد ولد آدم بلا منازع، وقال خيركم خيركم لأهله، وهو خيرنا لأهله، وخير الناس جميعا ولا جدال، وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه ونزل عليه القرآن وبلغه للناس جميعا ولم يخش في الله لومة لائم، ففتح الله به العيون بعد انغلاقها والقلوب بعد صدودها، وأنصف الناس بعضهم من بعض، وترك الناس على المحجة البيضاء. فالصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإسلام، نبتدئ اليوم في مسجد التوبة سلسلة جديدة من الخطب. الصحابة الكرام أفضل الأجيال وتلامذة النبي عليه الصلاة والسلام، عاشوا معه رحلة العقيدة والتوحيد من أولها، وشاركوا معه مسيرة الجهاد بكل معاركها وغزواتها، وجلسوا معه وبين يديه في حلقات العلم يتفقهون، واصطفوا من ورائه في قيام الليل ساعات طويلة يتحنثون إلى ربهم ويستغفرون لذنوبهم، حتى جعلهم الله سبحانه وتعالى أساتذة للناس إلى قيام الساعة. هؤلاء الصحابة يا إخوة هم قوم من البشر مثلنا تماما، أحبوا أن يسمعوا القصص. المرأة في البيت قد تقرأ عليها كتابا في الفقه فتستوعب أو لا تستوعب، والطفل قد تمضي معه في رحلة التأديب، ويبقى الإنسان بحاجة إلى القصة فيها العظة والعبرة. ولذلك عاش الصحابة في المدينة وتعاملوا مع يهود وسمعوا من قصص التوراة، فجاءوا لنبينا المعصوم عليه الصلاة والسلام لا لشك بعد يقين ولا لقلة في العلم، حاشا لله، ولكنها طبيعة الإنسان يتأثر بالقصة. فقالوا له: يا رسول الله، هل قصصت علينا؟ هل لا قصصت علينا؟ فنزل القرآن من عند الله الحكيم الرحيم الذي يوحي لهذه الدعوة ويقدر لها طريقها المرسوم، ونزلت مفواتح سورة يوسف عليه السلام: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله يقص أحسن القصص، ونحن بحاجة إلى القصة نتعظ ونعتبر بها ومنها. ولذلك المسلسل إخواني الذي سنبدأه من اليوم بعون الله تعالى اسمه صفحات مطويات من التاريخ. سنتجول في تاريخ الأمة الإسلامية القريب والبعيد، وتواريخ الشعوب
نأخذ منها قصصا غريبة الشأن فيها العظة وفيها العبر. قصة اليوم قد تكون غريبة عليكم، هو متى قررت اليابان أن تدخل في الإسلام. اليابان يا إخوة اللي بنشتري منها الساعات والتلفزيونات، هذا الجهاز العطلان اليوم اللي ما اشتغل، هذا جاي من اليابان. مو معناه ان تكنولوجيا اليابان تعبانه، لا، تكنولوجيا جيده. السيارات التويوتا، حتى امريكا كما عرفتم تخاف من الصناعه اليابانيه. عرفنا اليابان في الحرب العالميه الثانيه قوه ضاريه، احتلت ثلاثه ارباع القاره الاسيويه، الصين وفيتنام واندونيسيا، إلى أن ألقيت عليها القنبلتان النوويتان في ناجازاكي وهيروشيما. ولكن وعرفنا اليابان في الصناعة والتكنولوجيا، فهل فكرت اليابان في الدخول في الإسلام؟ نعم. أقول هذا الكلام للمغتربين المنشغلين بالدينار الذين يتركون الناس إلى طريق الشيطان، إلى كل رجل مسلم يشاكش مع زوجته ويضيع وقته والناس من حوله ينتظرون كلمة الهداية. تخيلوا إخواني لو أن اليابان الآن دخلت في الإسلام وأصبحت دولة إسلامية. سأروي عليكم القصة، وقبل أن أرويها سأريكم قضية طريفة. جاءتني رسالة من اليابان، هي طوابع ياباني، طوابع، حد بيعرف الطوابع إخوة؟ هذه رسالة من اليابان يا إخوة، والعنوان وراء، أنا ما بعرف لا دنماركي ولا ياباني، تشيت شو كهو جينج فينج، ما أدري بالياباني، العنوان وراء. إيش مع اللي دعاني أبحث في تاريخ اليابان؟ ناس من المسلمين في اليابان عارفين بيبحثوا عن إيه؟ عن دجاج المركز الثقافي الإسلامي. منصدر فراخ دجاج، ولا نصدر الدعوة، كتب السنة وكتب الحديث والقرآن والعقيدة والهداية. مجموعة من المسلمين في اليابان أرسلوا رسالة مكتوب عليها الإمام أحمد أبو لبن كارل يوغوبسون فاي، ما أدري شلون حصلوا على العنوان، والدنمارك مليانة بالمشايخ والمراكز، يسألون عن الدجاج الذي يصل إليهم من الدنمارك، هل هو مذبوح على الطريقة الشرعية أم هو غير ذلك الأمر. في اليابان في آخر الدنيا الناس تسأل عن الحلال والحرام، والمسلم في كوبنهاجن يأتيه الشيخ البرازي يعقد محاضرات عن الذبح الحلال، فيهز رأسه غير مقتنع ويقول لك ما وصلت إليه يدك فكل، اللي توصل إليه إيدك فهو حلال، ودعك من تزمت الشيوخ. إذن يا إخوة، اليابان مرتبطة بالإسلام قديما وحديثا، فما أصل هذه القصة؟ كان في إمبراطور اسمه ميكادو تولى العرش في آخر القرن الثامن عشر الميلادي وأوائل القرن التاسع عشر. أرسل الإمبراطور ميكادو رسالة إلى خليفة المسلمين وإمامهم السلطان عبد الحميد الثاني في الأستانة، رسالة سأقرأها عليكم الآن. يقول الإمبراطور ميكادو الياباني الذين يعبدون الشمس من دون الله، يقول في رسالته إلى السلطان عبد الحميد الثاني، وهذه الرسالة قرأت في مجلس السلطان وفي محضر من العلماء، والمسلمون منشغلون بالغيبة بالنميمة، الرجل يؤذي زوجته والمرأة تعق زوجها، مصايب أمة غير قادرة على التحرك والدعوة إلى الله. أما الصحابة رضوان الله عليهم فقد تركوا الدنيا وراء ظهورهم واتجهوا لنشر الإسلام، ولذلك يحصلون على الثواب في قبورهم. واحد من الشباب يا إخوة، هنرجع لرسالة إمبراطور اليابان مرة ثانية، بقول له يا أخي تصور هكذا، لو متنا بعد حين وكل إنسان مكتوب عليه الموت، ودخلت الدنمارك في الإسلام،
من الذي سيأخذ الثواب؟ نحن إن شاء الله. إذا عملنا للدعوة ونحن في قبورنا كالصحابة. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا أصحابي، لا تتطاولوا عليهم، ولا تتجرأوا على مقامهم، ولا تخوضوا في خلافاتهم. لماذا؟ لأن لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا، لو أنتم أيها المسلمون في هذا الوقت كل واحد جاء بذهب بقيمة جبل أحد وأنفقه في سبيل الله، فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما يبلغ قيمة حجم ما ينفق الصحابي في كف واحدة، لأنهم في قبورهم يأخذون الثواب من الله. عندما يدخل في الإسلام كل يوم رجل أو امرأة في أي بلد من بلاد العالم، هكذا كان الصحابة. فانظروا ماذا صنع المسلمون. أرسل الإمبراطور ميكادو إخوة الرسالة يقول لعبد الحميد الثاني: إن كلا منا ملك شرقي من بلاد الشرق، لسنا من الغرب، ومن مصلحتنا ومصلحة شعوبنا أن نتعارف ونتزاور وتكون الصلات بيننا قوية تجاه الدول والشعوب الغربية التي تنظر إلينا بعين واحدة، يعني تساوي بيننا في العداء دول أوروبا. إني أرى، يقول الإمبراطور ميكادو، إني أرى شعوب الإفرنجي يرسلون إلى بلادنا دعاة لدينهم، منصرين مستغلين الحرية الدينية عندنا، ولا أراكم تفعلون ذلك. يا جلالة السلطان، يا صاحب العظم والفخامة، يا أمير المؤمنين، لماذا تصدر الراقصات؟ لماذا تفتح بلادك لنوادي السياحة ويأتي الغربيون لافتراس أعراض المسلمات في المغرب وتونس والأردن ومصر وسوريا؟ لماذا لا ترسلون الدعاة إلى بلادنا يخرجوننا من الظلمات إلى النور؟ هذه رسالة إخوة، ليست نكتة أو ضحكة، هذه حقيقة في كتب التاريخ. نغوص ونفتح هذه الصفحات المطوية لنعرف أين نقف من العالم في هذا العصر الذي نعيش فيه. فيقول الإمبراطور ميكادو: ولا أراكم تفعلون ذلك، فأنا أحب أن ترسلوا إلينا دعاة يدعون إلى دينكم الإسلامي، ويمكن أن يكون هؤلاء صلة معنوية بيننا وبينكم. هذه الرسالة إخوة أرسلت سنة 1891 ميلادية، يعني منذ حوالي 190 سنة. منذ 190 سنة كانت اليابان تبحث عن الإسلام. أين المسلمون؟ في سوق الخضار. أين المسلمون؟ في أعراس الاختلاط مع الميوا دانس، راقصة هز البطن. أين المسلمون؟ في المساخر والمقاهي بجوار المسجد، يخرج المصلون إلى ناد مغربي يلعبون الورق، يطيعون الله في ساعة ويعصون الله في ساعات، ويضيعون أوقاتهم والله حسيبهم ومسائلهم يوم القيامة. إخواني، اليابان بحثت عن الإسلام. الزوج اليوم خيبان، المسلم الذي لا يتفقه ولا يقرأ القرآن ويعيش على هامش الحياة، يقف عاجزة مع زوجة تركت الحجاب، لا يعرف كيف يقنعها، كيف يرشدها، كيف يرغبها، كيف يرهبها. مسلم كسلان منهزم زيح من التاريخ، احتلوا بلاده وأذلوا كرامته، ولا يزال يتنازل ويتراجع. هذه يا إخوة قصة اليابان، أشفعها بجانب آخر. الإمبراطور ميكادو نفسه في تلك الفترة وجد مصر تتقدم. معلش، أحياناً التاريخ بيبقى ممل، بعض الناس ما بتحب دراسة التاريخ، ولكن اسمعوا قول الله عز وجل يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك
ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله عز وجل قص على نبيه قصص الأمم من قبله ليستفيد بها ويستفيد أصحابه. تخيلوا إخواني، حكم مصر في نفس الفترة الخديوي إسماعيل من سنة 1863 إلى 1879. الخديوي إسماعيل يكرر مأساة صدام حسين. عرفتوا ليش وقعنا مع صدام حسين؟ لأننا لم نقرأ التاريخ. الخديوي إسماعيل من أسرة محمد علي باشا، لم يكن عضوا في حزب البعث، ولم يكن يدعو إلى أفكار كفرية، ولكنه كان متأثرا بالغرب. ورغم ذلك حفرت القناة السويس في عهد إسماعيل، وبدأت أوروبا تطمع في احتلال مصر. الخديوي إسماعيل ملك مصر وسلطان مصر في نفس الفترة أرسل إليه الإمبراطور ميكادو يسأل، يقول لهم يا جماعة مصر كيف تطورتم؟ نحن وأنتم شعوب شرقية متخلفة، كيف شققتم الترع وأصلحتم الزراعة وأسستم المعاهد؟ الخديوي إسماعيل تأثر بحضارة الغرب ووقع في نفس الخطأ الذي يقع فيه كل إنسان عندما يظن أن أوروبا تفيده، وحدث فيه ما حدث مع صدام، خلعوه من العرش، وتحقق فيه قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إخواني أهل الإسلام، أين ياسر عرفات اليوم الذي أراد أن يرضي بريطانيا مرة فلفظوه، وأراد أن يرضي روسيا والاتحاد السوفيتي تركوه، وأراد الآن أن يرتمي على أقدام أمريكا فلم يسألوا عنه، لم يتعظ بتلك القصة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كل ملك الآن في بلادنا، وكل رئيس، وكل مسلم لا يأخذ بالإسلام كاملا من أوله إلى آخره، وإن نجح في فترة من الوقت فسوف ينهزم لا محالة، لأن الله عز وجل يقول: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام مما صححه علماء الحديث، يبين أن الأصل هو الاستمساك بالإسلام، حتى لو كنا في الدنمارك أو كنا في القرن العشرين أو ركبنا الطائرات السوبرسونيك. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين يصلون ويزكون والذين يؤدون الفرائض ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقفون أمام الحكام الظلمة ويسعون إلى إعادة الخلافة ويجاهدون في الله حق جهاده، هي الأمة التي وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام أنها أمة الخير كلها باستمرارها، إن تمسكت بالكتاب والسنة ولم تتبع أذناب السلاطين من العلماء المنافقين الذين يدعون بحياة الملوك الظلمة والرؤساء الطغاة والذين يتنازلون لأوروبا عن دينهم وعن شرفهم وعن كرامتهم. إخواني، قد لا يكون الوقت متسع أمامكم لدراسة التاريخ، ولكن دعونا في خطبة الجمعة ننوع ونوسع مداركنا. الخديوي إسماعيل يا إخوة في عصره وصل الحكم المصري إلى الصومال، أراد أن يفتح إثيوبيا وأضمت أوغندا إلى مصر. شايفين حسني مبارك؟ حسني مبارك عبارة عن بعوضة حقيرة لا يستطيع أن يحمي سيناء، والسلطان أو الخديوي إسماعيل ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي الكبير وبلاده لا تزال في مرحلة النمو، يرسل الجيوش الإسلامية فتضم السودان وجنوب السودان وإرتيريا وأوغندا وتغزو الحبشة وتضم الصومال تحت التاج المصري. انظروا إلى نوع الرؤساء الذين كان عندهم نوع
من أنواع الطموح والعزة ورؤساء اليوم الذين إذا غمز إليهم إسحاق رابين بأصبعه انكبوا على وجوههم يلعقون أقدام اليهود وأقدام النصارى وغيرهم من المنحرفين ومن الملحدين. الخديوي إسماعيل إخواني عندما بدأ يعمل النهضة الحديثة أرسل الإمبراطور ميكادو الياباني. اليابان أيامها إخوة، اليابان اللي الآن الين الياباني بينقذ الدولار الأمريكي، اليابان كانت ترسل وفود إلى مصر لتتعلم من مصر. انظروا عجائب التاريخ. والآن 4 ملايين عربي خرجوا من بلادهم نتيجة الفقر والاستبداد والظلم والمشاكل الاقتصادية ليعيشوا على مائدة الغرب. انظروا الفرق وانظروا العبرة في هذه الحادثة. ولما امتد سلطان وقوة الخديوي إسماعيل إلى الصومال ووصل الحكم الإسلامي إلى هناك وبدأت مصر تخترق إفريقيا لنشر الإسلام، تآمرت أوروبا وقاموا بخلع الخديوي إسماعيل سنة 1879، ومات بعدها ب9 سنوات وهو منفيا في تركيا في الأستانة في دار الخلافة، ولم يستطع أن يتم المخطط الذي يريده. آخر قصة اليوم يا إخوة أقولها في موضوع اليابان، الذين طلبوا أن يدخلوا في الإسلام فلم يجدوا دعاة يرشدونهم إلى العقيدة، وإحنا نازلين نخبط في بعض ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين أنا شايف بعض إخواننا اللي مؤمنين بالجهاد وأنا من مؤمن بالجهاد، شايفين يا إخواننا بدون سيف. والله اليابان ما قالت ابعثوا لنا جيش، احنا قلنا إخوة الجهاد ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بنقول لك يا مسلم ما تحمل بندقية مش نمنعك من الجهاد. اليابان بأكملها وعلى لسان إمبراطورها تنتظر معلما في العقيدة داعية إلى الإسلام يقف في وسط الشعب الياباني ويتحرك هناك ويؤسس المساجد. في فرصة أعظم من هذه الفرصة؟ ولكن عدم النضج وعدم الدراية. آخر قصة إخوة، الإمبراطور ميكادو أرسل طالب من المدارس اليابانية سنة اسمه تاكويو أوساهيرا إلى هامبورغ ليتعلم الهندسة. هذا المهندس اسمه تاكويو أوساهيرا أهدي قصته للمسلم الذي يذهب إلى مالمو لتهريب الزيت والزيتون والأرز، وإلى المسلم الذي يذهب إلى فلانسبورغ ليهرب السجاير والدخان وغيرها. هذا الشاب الطالب إخوة ذهب إلى هامبورغ وأخذ يتعلم دراسة المحركات لمدة 8 سنوات. وعندما علم الإمبراطور بقصته أرسل له تبرعا 5000 جنيه إنجليزي ذهب. الطالب كان يدرس في اليوم يا إخوة 10 ساعات ويعمل 5 ساعات. الشباب بيناموا يقولك زهقنا من كتر النوم في كوبنهاجن ومن قلة العمل والدراسة. تاكويو أوساهيرا عرف أن بلاده لن تنهض إلا إذا صنعت المحركات، فكان يعمل في اليوم 15 ساعة متواصلة وتعلم صناعة قطع المحرك على يده. ولما وصلت قصته إلى الإمبراطور لم يأتي بالراقصات والمغنين، أرسل إلى